السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمز. تكون فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نجرب النايت هود بوس باتل الجديدة اللي هي الهيل ديفيكالتي، وراح نلعب ضد إينك. إينك طبعا من البوسات اللي هي صعبة، لأنه بتعمل كتير شغلات وبدك شخصيات معينة رح تقدر تختمها، بس إن شاء الله مع الوقت راح نعرف استراتيجيات أكثر ونقدر نختمه بأكثر من فريق. طبعا الفريق الحالي اللي عم يلعب فيه هو عبارة عن فريق برينهيلد، جوثر، مارغريت و دريري. دريري حاطينا بالتيم لأنه في عنا ميشن مهمة أنه أنت لازم تخلصها بديمن هيرو، وحاطين مارغريت لأنه اللي ضدنا بيعمل ديبافات الكوروجين اللي بتنقص 15% من الماكس اتش بي تبعنا، يعني كل ما يحط عليك واحدة بينقص من اتش بيك كتير، بقى مشان هيك حاطينه. وغوثر طبعا حاطينه مشان الرانك اب، وبرين هيلد مشان الدمج. طبعا اكتر شغلات مهمة تعرفوها اللي هي هاي الشغلة شو بتعمل الفيز 1 والفيز 2. اي شخصية ما عنده تايب ادفانتج راح يعمل او ما راح تقدر تعمل اكثر من 20% دمج عليه، يعني راح ينقص دمجها 80%. يعني لو حطيت شخصية زرقاء لو حطيت شخصية حمراء ما راح تعمل غير 20% دمج، يعني ممكن ما تعمل دمج بالاساس غير 20%. مشان هيك افضل شيء تحطوه تيم اخضر، انه لازم تخلصوا بتيم اخضر لانه اي شيء غير الاخضر ما راح يعمل دمج بالهيل. هلا فيكم تعملوا تيمات تانية بالصعوبات التانية، بس بالصعوبة الهيل لازم فريق اخضر. وحاطط تيم مارغريت مشان تعطينا بفات، لانه بدنا نستخدم التيميت ديريري وبدنا نستخدم التيميت مارغريت وغوثر. بقى خلينا نبلش، وما من ببلش بقلكم شو لازم نعمل. طبعا انا هلا بالبث، اغلب الشباب شايفيني بقى اول او ثاني مره يمكن بعمل فيديو بالبث، بس حبيت اعمله لانه احنا اوريدي عم نلعبه. بقى بدي لكم انا شلون بفكر لما اصور الفيديو او شلون بلعب اللعبه. فخلينا نبلش. طبعا دائما حاولوا تروحوا الدرع تبعه، لانه الدرع تبعه اذا ما راح بيعمل كروجين زياده وهي راح تاذيكم. بقى بنحاول اول لفه دائما بس نروح له الدرع ونشوف شو حيطلع لنا كروت افضل. لاحظوا قديش راح يعمل جوثر، راح يعمل 20,000. طبعا هي خضراء راح تعمل دمج كامل، ودريري خضراء كمان راح تعمل دمج كامل. ابى اشوفه مارغريت 13,000 فقط. مشان هيك بقى الكروت تبعات مارغريت ما راح تعمل دمج. هلا راح يحط، شوفوا روح نص اتش بينا وراح يحط علينا كوروجين، اثنين عليهم كوروجين. شوفوا الكوروجين شو بتعمل، بتروح 15% من الماكس اتش بي، يعني حتموت فيها. بقى احنا شو بنعمل، بنعمل هيك كمان بتخلص من الكروت اللي ما بدنا اياها، وبنحاول نجيب التيميت جوثر عشان نعمل شوية دمج عليه ونروح له أرباته. هلا احنا هدفنا الأساسي نقدر نجيب نقدر نجيب كارت باف تاني لمارغريت، لأنه إذا ما جبنا كارت باف لمارغريت ممكن نخسر. نعمل هيك وبنضرب هاي مشان نجيب التيميت فيها اللفه اللي بعدها. هاي روحنا له ارباته وروحنا له الدرع تبعه. هيك هلا جبنا التي بدرييري، بس للاسف لهلا ما اجانا كرت مارغريت تاني نقدر نخلص المرحله فيها قبل ما نروح على المرحله اللي بعدها. بقى اعتقد راح اعمل التيميت دريري حاليا، بس مشان ما تموت دريري، ونعمل هذا الكارت نتخلص منه. ممتاز، جانا كارتين لدريري، او سوري جانا كارتين اللي بدنا اياهم بالضبط. بقى هلا شو بنعمل، بنحاول نجيب التي دريري مرة تانية. نعمل هيك نتخلص من هذا الكارت هلا،
يلا خلاص من هذا الكارت هلا. هي روحنا له الدرع وعملنا دمج لا باس به. وهلا ما بنعمل الباف فوران، ليش؟ انه الباف فوران اذا عملناه راح يعمل علينا، راح يكنسل البافات تبعنا. بس هلا فينا نعمل واحد صغير ونعمل واحد كبير بعدين. بنعمل هيك وبنعمل هيك، نعمل هاد وبنعمل هيك، بنجيب التي ديرياري. هو الافضل يكون اتش بينا كامل بس مو مشكلة. هاي جبنا التي ديرياري، حتى لو كنسلنا البفات هلا لانه هاي اللفة ممكن يكنسلنا البفات، شايفين؟ بس مو مشكلة، معنا كارت تاني لمارغريت. هلا اعتقد افضل حل اول شيء نضرب هذا الكارت قبل ما يكون علينا بفات عشان ما نقتله، بعدين نعمل واحد تاني من هاد، بعدين نعمل هيك ونعمل هاي بس عشان ناخذ كارت ليفل 3 تاني. شايفين؟ لو كنت عامل الباف قبل كانت قتلته لحالها، بس احنا ما عملنا نقتلها. 7990 حلو. جبنا سكور 9310. هلا ممكن تاخد وقت معكم كتير لانه بدكم كارت كتير، بس هي الطريقة اللي حتتخلصها. بدك بفات كتير، بدك حظك يكون حلو بالرانك اب. يعني انا يمكن هلا صار عم العب بحدود الساعة، وهلا بلس لخ قررت صور فيديو من اول مرة زبطيت. وبهذا التيم، طبعا التيم عبارة عن تنتين حاطتهم اتاك كريت دامج، وهدول اثنين اتش بي ديفنس، وحاطط فود اتاك. بس اذا انت جيرك مو كتير قوي حط اتش بي فود احسن لك مشان ما تموت، وممكن ساعتها تنك اكثر. بس هي الطريقة اللي حتتخلص الهيل ديفيكولتي اللي هي بإينك. بس اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وشوفوا عم بتنشطوا كل جديد مني، وشوفوا اخر فيديوهات تانية. مع السلامة.